بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 33 بعد 100. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سئل الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله عن هذه الأحاديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ورآه وهو يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل والحديث أنه ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ وهل رأى صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين. أما رؤيا موسى عليه السلام في الطواف فهذا كان رؤيا منام، لم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسرا، كما رأى المسيح أيضا ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، أو بالعكس، فهذا تراءى أرواحهم، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صورة أبدانهم، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده. وكذلك قيل في إدريس، وإما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض، والمسيح عليه السلام وعلى سائر الأنبياء لا بد أن ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولهذا كان في السماء الثانية، مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون، لأنه يريد النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا، لأن نسم بنيه تعرض عليه، أرواح السعداء والأشقياء لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبا منهم. وأما كونه رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء أيضا، فهذا لا منافاة بينهما، فإن الأرواح من جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك، ليست في ذلك كالبدن. وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها، كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يريد به العمل الذي يكون له ثواب، لم يرد به نفس العمل الذي يتنعم به، فإن أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى وجه الله، ويتنعمون بذكره وتسبيحه، ويتنعمون بقراءة القرآن. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالا يترتب عليها الثواب، فهي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكله وشربه ونكاحه. وهذه كلها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح في الدنيا
مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهو في الآخرة نفس الثواب الذي يتنعم به، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم وقت الساعة، فأجاب: أما الحديث المسؤول عنه كونه صلى الله عليه وسلم يعلم وقت الساعة فلا أصل له، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت الساعة نص أصلا، بل قد قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي على أهل الأرض، أي خفي على أهل السماوات والأرض. قال تعالى لموسى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها من نفسي، فكيف أطلع عليها؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو في مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأعلم بها من السائل، وكان السائل في صورة أعرابي، ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب، وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابيا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه إنه ليس بأعلم بالساعة من أعرابي، فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وإنما أخبر الكتاب والسنة بأشراطها، وهي علاماتها، وهي كثيرة. ومن تكلم في وقتها المعين، مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأعظم، وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها، والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال هؤلاء، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون، قد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم. وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة المهمة. قلت: ومعلوم أنه ليس مطلوبا منا معرفة وقت قيام الساعة، وإنما المطلوب منا العمل والاستعداد لها. قد كان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيامها من باب التعنت والتكذيب له صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يحاولون تحديد وقت قيامها ممن ذكرهم الشيخ، إنما يحاولون مستحيلا ويعملون عبثا، لأن ذلك من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، فكيف يعلمه هؤلاء؟ لكنه الفضول والعبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.